الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عاوز اتكلم معاكم دلوقتي على موضوع فكري مهم جدا، اللي هو يعني حد كده علشان مهما قاعد عايز ياخد قرار بعد ما هو صار مادة فيها بالكلام ده، هنتكلم كده ان شاء الله. هي مش زنقة ولا حاجة يعني، بس هي الفكرة انك انت لو في مشكلة في موضوع القاعة العربية مش دايرة عمرها. انا يعني عاوز اسأل حضراتكم يعني بعض الأسئلة، ليس استفهام ولكن يعني مثلا هو الاسبيراتوري على اساس النهايه
يعني مثلا الحلقه اللي بتاعت البرادوي احمد الاسباني برادوي كويس، ما في النهايه عيان كان عنده مشكله مفهومه في بيت ايه؟ ايه في النهايه؟ في النهايه في النهايه يعني واحده اللي بتشيل يعني. فانا عاوز اقول ايه؟ ان المساله انك انت عندك في عندك سنتر كنترول صح؟ في سنتر كنترول، بعد كده في عندك جاز اكشن ات ذا لانج ليفل، والهدف من القصه دي انك انت تاكسجينيت ذا بلاد، تاكسجينيت ذا بلاد. عشان تعمل اكسجين بلاد انت عاوز هواء يخش جوه اللاين، وعاوز بلاد يخش جوه اللاين، وعاوز جاز اكشن بينهما. سو ان واتس كولد اكسترنال ريسبيريشن ات ذا ليف ذا لانج، انت محتاج فنتليشن اير ان اند اوت، محتاج برفيوجن ثرو ذا بلد سيركيشن، and you are in need for for diffusion بينهما. القصة على مستوى اللانج، اسمها ايه؟ اسمها external respiration. وهدفها ايه يا ايمن؟ ان انا اعمل oxygenation for the blood. وبالتالي وعليه ريموف سو 2. يبقى الهدف بتاع الاكسترنال respiration blood oxygenation and CO2 removal. صح؟ وهنا يجي تعريف في الريسبوت الفيلير. اذا فشل طبعا في انها تعطيك جامده يبقى عندها صوت فيلير. بس هل الهدف الاسمى انك انت جاست تو اوكسجينيت ذا بلاد ولا تو اوكسجينيت ذا سيل؟ في النهايه عاوز تاكسجينيت ذا سيل. عشان تاكسجينيت ذا سيل يبقى انت عندك جاز اكسشينج بتكون انذر ليفل. الليفل الاولاني كان عند القلب وكابيلاري ممبرين في اللاين. الانذر ليفل اللي هو على مستوى السيل عشان في النهايه تطلع اي تي بي برودكشن والانرجي والحاجه تمشي صح؟ يبقى دي اسمها اكسترنال ريسبيريشن وده اسمه انترنال ريسبيريشن اند هول از ريسبيريشن. يبقى الميكانيكال فنتليتور بيعمل ايه في القصه دي كلها؟ الميكانيكال فنتليتور يعني الميكانيكال فنتليشن له دعوه بفوق او بتحت او بالديفيوجن. يبقى عشان كده اتس ميكانيكال فنتليشن رذر ذان ميكانيكال ريسبيريشن. والقصه بمنتهى البساطه فقط يو ار ان ديوتي تو برودوس اير ان ذا لانج اند تو ميكس ات. يبقى البروسيس اوف فنتليشن تشمل دخول الهواء وخلطه في البرونكاتين فقط، انما الفنتليتور له دعوه بالديفيوجن وله دعوه بالبرفيوجن وله دعوه بالسنتر كنترول وله دعوه خالص بالاكسجين ادشن ليفل. كويس؟ هو دوره فقط كده. طيب بيخش الاير بوجين كام في المية؟ الكربون دايوكسيد كونسنتريشن كام في المية؟ 4%. النيتروجين كام في المية؟ 78%. خلي بالكم هذه معلومات الى الدين بالضرورة، من لا يعلمها يقام عليه الحد. وتيجي في الامتحان لما تسأل أسئلة مصرية تلاقي الناس بتضغط. طب ليه مش فاهم أنا؟ تمام؟ طب ده الهواء اللي داخل. طب الهواء اللي يخرج ازاي بقى؟ يبقى الدكتوره زينب اجابت صح. اذا كان الاف اي 2 اللي هو الفراكشن اوف الاسبار 22% فالفراكشن اوف الاسبار دوجي كام؟ 16%. وقد يتخيل متخيل ان الاكسبار اير وذاوت اوكسجين. صح؟ تخيل كده؟ لا، في عندك اوكسجين. ولذلك لما يحصل فيها ريبريسنج خلي بالك لو انت هتعمل ريبريسنج باي اول كربون دايوكسيد كونسنتريشن بالنسبه لسوريا. يا ستر ربنا لما بيحصل ليه بريسنج لو انت حاطط ماتس ما انتش عامل فلاشنج كويس، يعني انت مثلا مفترض لما تحط العيان اوجن بسيمبل فيس ماسك لو انت حطيت فلو قليل ها اقل من 10 لتر ما بتديش تشانس فور كليرنج اوف ذا كونتنت اوف ذا ماسك، فممكن يحصل فيه ري انسبيريشن. واخد بالك ازاي؟ لو انت حصل انك انت عملت ري انسبيريشن تصور ان كل الكونتنت بتاع الاكسبار دي كلها بقى اوكسجين سي او 2 هتبقى مش مسؤول. يا ساتر ربنا في عندك كام؟ 16%. السبب في الاثنين ان بوث الاسبار اس نيتروجين عشان ما ننساش الكلام ده كويس. يبقى البروسيس اوف فنتليشن از جاست بينج ان اوت اير اوت اند ايه؟ اند ان اند اوت. مش اكتر من كده. كويس؟ ها؟ وايه؟ كام؟ كويس 16
بس اللي ما تنساوش برضه اللي بيسمعك صوته 4%. تشيل الكسور والاربعه من عشره فين؟ عشان ما تنساش يعني عشان ما تنسيش صح دي؟ اه الايكويشن اوف انفليشن او الايكويشن اوف موشن ديت قمه في الاهميه قمه في الاهميه. ركز يا احمد يا جماعه. والله يا باشا رايش عينك. انت انت قاعد بتبص في الموبايل قاعد بتبص بتشوف البطيخ بكام هتستدل. فانا دلوقتي انا دلوقتي يا اخوانا بالمناسبه انت دلوقتي عشان تمشي عربيه انت بتدوس على البنزين ده صح ايمن؟ تعمل اكسلريشن بس ايه؟ وقت من الاوقات انت محتاج انك انت علشان ماشي يعني لو انت ماشي على جبل محتاج تدوس بنزين اكتر. ماشي على ارض طينيه محتاج بنزين اكتر. انما لو ماشي على ارض مستويه ما الفريكشن اقل صح؟ المهم اني واي فلازم تعرف ان اي حاجه في الدنيا حابب تمشيها وحابب ايه؟ حابب توقفها. يعني مثلا يعني في قاعده مهمه جدا 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 لا شيء يتحرك اذا لم يكن هناك فرق بين حاجه. يعني طول ما انت عندك بريشر في الحيتين زي بعض مفيش حاجه تتحرك من ناحيه لناحيه. صح؟ يعني علشان الميه تنزل من على الجبل لتحت في عندك جريدينت. لو الميه اهو بالمنظر ده اهو مش هتتحرك. انا اسف يعني لو واحد صناعي مش كويس ابدا ابدا وفي الحمام بتاعك مش عامل ميول مصيبه سودا كل شويه تقعد تسيبه صح يا زينب؟ لو هو عامل ميول على البلاعه ماشي هتروح. يبقى if there is gradient there is movement. يبقى كلمه movement مرتبطه بايه؟ بالجريدينت. يبقى انا هسال سؤال انا عاوز الرئه تتفق ولا ما تتفقش؟ يبقى انا عاوز لابد ان انا اخلق ضغطين واحد فوق واحد تحت او واحد عالي وواحد واطي. يعني عشان الاير يتحرك من مكان لمكان يبقى لازم يكون في ايه؟ نفس الكلام انت تقول لي اير اير فلويد وات ايفر يعني ماشي؟ طيب طب انا دلوقتي علشان خاطر يا شباب الهواء ده اهو عشان يخش جوه اللنج ايه بقى؟ انا داخل هواء في ماسوره والحاجه الثانيه عندك لنج. اللنج ده عباره عن بلاستيك حاجه الاستيك صح؟ لو انت جبت المفتاحه ونفختها ولو انت ما عملتش مينتنس فور انفليشن اوف بريشر هوا هتبتدي مع نفسك تبتدي مع نفسك يعني الحاجه الالاستيك الحاجه الالاستيك صفه الالاستيستي هي دائما هي دائما تضاد الديستنسبيلتي. يعني طبعا ما فيش حاجه اسمها خشب الخشب ده ما هوش الاستيك. ليه مش الاستيك؟ لا يتغير حجمه باي تايم. اما اللانج بما انها الاستيك سليم يا بنتي يا دكتوره طبعا هكلمك حاجه مهمه جدا. يبقى الاستيستي اجينست الديستنسبيلتي. يبقى انا دلوقتي عاوز ادخل هواء من اهو وماشي بصوره وانت لا تطبع الماسوره ديت واسعه ولا ضيقه تمام؟ الواسعه والضيقه ديت يعني ريزيستنس يعني شوت اوفر كام ايه؟ الريزيستنس عشان دخل هواء. لو جيت تبص حاجه ثانيه هتلاقي اللنج عندها دي التزنيه تطلع فوق تميل كده. يبقى لو داخل من فوق وهي هتموت تطلع. لو داخل من تحت من فوق لتحت وهي هتموت وتطلع فوق. يبقى هو كان عندك تو انتاجونايزنج فورسز. ايه داخل من بره اللي هو السهم لازم دوت دايما واللنج نفسها هتلاقي من تحت لايه؟ لفوق. So the movement of the lung is against the movement of the air. يبقى نظر بروبلم ولا لا؟ يبقى وكان عندي مشكلتين. مشكله اولانيه توصل الفرامل الاوانيه اللي هي دخول الهواء عبر مواسير اللي هي البرونكيال تري وبين قوسين يمثلها مشكله الريزيستنس تمام؟ واي مشكله في الاير واي يعني كل الاير واي ديزيزز مشكلتها كلها ديستربنس في الريزيستنس صح؟ On the other side, the alveoli أو the lung as a whole tend to be collapsing نفسها تلمع على نفسها تمام؟ فأنت بتدخل هواء من فوق لتحت واللنج بتقفل من تحت لفوق فأنت بتضرب بره ولا لأ؟ يبقى الهواء ده لازم يكون باورفول enough علشان يزق اللنج لتحت ضد رغبتها الطبيعية
والنيتشر واللي هتموت تعملها لان تخيم من تحت لفوق صح لا؟ يبقى وكأن انا عندي ايه بقى القصه كده اهو البريشر جرادينت هو اللي مسؤول انه يزوق الايه كويس. وانا عاوز تبص على المنظر اللطيف ده. يبقى اول مشكله عندك مشكله ان في عندك ريزيستنس رو بافنج اوف اير ذا بروكن تري تمام. والمشكله الثانيه هي شوف شوف السبب راح فين. السبب ده طالع فوق والهواء نازل تحت. يبقى السبرينج ده اهو عاوز تغلب عليه بنفضل زي لتحت كويس. يبقى تو ديستند طبعا از اجينست اتس نيتشر اوف ايه تمام. طيب يبقى وكأن المعادله بقت ازاي؟ اصبح لها طرفان، طرف بنزين وطرف رابل. طرف البنزين عندك اللي هو البريشر جريد اللي انت لازم تخلقه عشان تزق الاير جوه المايه. والطرف الثاني يا ابو حميد اللي هو مسؤول ان هو يضاد دخول الهواء جوه اللنج اللي هو الريزيستنس تراب فلو. الديستنسبيلتي اللي هي عكسها الكومبلانس، يعني واحد على الكومبلانس في الفوليا. يبقى وكأن المعادله بتاعت الاير موشن عباره عن طرفين. الطرف الايسر دكتور ايمن هو القوه الدافعه اللي هو البنزين اللي هيحرك لك الهواء جوه اللنج اللي هو مسؤول عنه لازم تخلق بريشر جريدنت هو اللي هيخلي يتسابق حد. كويس؟ هيخش الكلام ده ضد حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي الريزيستنس عشان تحقق فلو، والكومبرانس عشان تفتح اللنج وتعمل فوليوم. سو الايكويشن اوف اير موشن او الايكويشن اوف فلتريشن بتقول ايه؟ من غير ما ابص على الشكل. احنا لازم معدل الناحية اللي الشمال ايه؟ اللي هو القوة الدافعة. ماشي؟ وعلى فكرة دي بيسموها الميكانيكال باور. الميكانيكال باور. كويس؟ سواء كانت سبونتينس او تمام؟ الناحية الثانية المعدل عبارة عن ايه؟ الريزيستنس في مين؟ طيب زي مين؟ مش مركزة ليه؟ زي ايه؟ احنا قلنا الكومبرانس ده عبارة عن ايه؟ ضد مش عبارة في معوق آخر يا سامي دور اللانج بتلم على نفسها اسمها الاستيستي. الاستيستي عكسها مين؟ الكومبرانس. وكانت الاستيستي واحد على مين؟ على الكومبرانس. وبما ان احنا ما بنعرفش ناس في الاسنس هي بتصنع مين؟ الكومبرانس. فبنقول واحد على الكومبرانس دي في الفوليوم صح ولا لا؟ ماشي؟ طيب طبعا هو الايه اللي بيخلي الالفراي ما تقفلش على نفسها؟ ها؟ ايه اللي بيعمل الاستنت الالفراي؟ ها؟ السيرفاكتنت. بس يا باشا السيرفاكتنت ماشي. طبعا هو انت عشان تدخل الاير دون يوجد بي سام برايس. ما هو الثمن المدفوع علشان تنفخ رئه؟ الثمن ده اسمه ايه؟ اسمه الورك اوف بريزنج. يعني انت لابد انك انت تعمل شغل عشان تاخد فلوس. عشان تاخد فلوس يعني تدخل ايه جوه اللنج يعني تنفخ اللنج. ماشي يا سعاده الدكتوره؟ ماشي يا شباب؟ الكلام ده هو كده تفهموه عشان خاطر ماشي كده ازاي كده بقى؟ تمام؟ يبقى في ثمن مدفوع علشان احقق الغايه اللي انا عاوزها هو ان انا لازم امسك شغل. الشغل ده بقى عباره عن ايه؟ احنا قلنا احنا عندنا في فرامل ريزيستنت فلو واحد على كومبوننتس في الفوليوم تمام؟ بقى واكلنا عندنا الورد عباره عن حاجتين. حاجه تتغلب على دخول الهواء في الاير واي بقى اسمه اني تايب اوف ورك بريسنج. اسمه هيفن ريزيستنس يبقى اسمه ريزيستيف ورك. يعني هو الجهد او الجهد المبذول حتى نتغلب على ريزيستنس بقى اسمه ريزيستيف ايه؟ ورك. طيب حد بقى يقول الناحيه الثانيه من غير حتى ما يبقى عارف يعني الجزء الثاني اللي هيخلي اللنج تفتح اجينست انستنس كولابس اسمه ايه؟ الاستيك وورك بريسنج. يبقى واحد بيشتغل على مستوى الاير واي والثاني بيشتغل على شغل ايه؟ اللنج برينكيما صح ولا لا؟ طيب ال يبقى انا عندي الورك بريسنج عباره عن حاجتين مع بعض ريزيستيف وورك والاستيك ايه؟ وورك. وانا القصه كلها
على رجل عليك مش عارف بس حاجه ايه اما حاجه نفكش يعني تمام. اي شغل فيزيائي هو ايه كميه القوه التي تبذل حتى تحقق ازاحه كويس. القوه بتاعتنا مين؟ البريشر. الازاحه بتاعتنا ايه؟ الفوليوم. يبقى الورك بريسنج هذه معلومه بتسبب كلوك فرق الشبوي وعليا كذا كذا 90% ما بعرفه الناس يعمل ده. يبقى الورك اوف بريسنج عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس في الديستانس. ان اور براكتس وات ويل ريبريزنت الفورس يا ايمن؟ وهي ورع البريشر علشان تعمل مين؟ فوليوم. يبقى الورك اوف بريسنج عباره عن بريشر في ايه؟ فوليوم. بص لي بقى على الكيرف ده. الكيرف ده اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ ده بريشر. ده اجينست مين؟ ماشي. انا لو لاحظت حضرتك ده المكنه بتشتغل فيها الاسبيريشن اهو الاسبيريشن والاكسبيريشن. الخط اللي بينهما ده بيفصل لك ده ايه؟ الاسبيريشن انسبيراتو ده اكسبيراتو. ده ريزيستنس وده ريزيستنس. بس ده ريزيستنس درج ايه؟ الاسبيريشن. وده ريزيستنس درج ايه؟ اكسبيريشن. امال ده ايه؟ ده يمثل ايه؟ الكومبلاينس. يبقى الريزستيف ورك اوف بريسنج فين؟ اهي فين الريزستيف ورك اوف بريسنج؟ الاخضر ده اهو تمام؟ يعني عاوز اقول ايه؟ لو الكيرف ده بقى لحد كده يبقى معنى كده ايه؟ الريزستيف ورك اوف بريسنج قل ولا زاد؟ قل. يبقى معنى كده لانج مور كومبلاينت ولا لا؟ مور كومبلاينت. انما لما تبقى لانج ستيف يعني لانج فيها بربر قيمه اللانج فيها كولابس. خد بالك ازاي؟ اللانج فيها نيمونيا. يبقى اللانج تقيله ولا خفيفه يا صاحبي الدكتور؟ تقيله. يبقى كومبلانت ولا لانج كومبلانت؟ يبقى ستيف ولا ستيف؟ يبقى متصور ان الجهد المبذول حتى تتغلب على الاسيتس الاوليه والاكثر اكثر. يبقى تبص بتلاقي في شيفت ايه؟ ايد اليمين اهي وايد الشمال اهي. مش محتاجه شطار ولا فقار. انت بتعامل تحت الارض تلاقي في ايه؟ في الكيرف اللي راح فين؟ نازل ناحيه الارض كده قدام منك اليمين. معنى كده ايه؟ ان ذا لانج بينج مور ستيف اند ذا لاست بورك اوف بريزنج از انكريزنج. فتلاقي لانج نازل كده. العام بتاع الانفيزيبا بتلاحظ فيه ايه؟ بتلاقي فيه شيفت تو ليفت. اللانج بتاعته دي ايه؟ منفوخه كومبلايت خالص. كويس كده؟ ماشي؟ يبقى انا الكيرف ده في منتهى الاهميه لما اجي ابص فيه انا اقدر اقول وانا ابص على الفنتليتور الكيرف ده رايح ناحيه البيس لاين يعني شفت ذا رايت معناها اللنج بقى فيها مشكله في وان في اتس ميكانيك نيملي الاسبنس نيملي ذا ريزركشن ان كومبلاينس. وهتشوف الكومبلاينس هتلاقي حتى على الموتور الرقم هيبقى قليل فوريك كده ازاي تمام؟ طيب يبقى زي ما الدكتوره ياسمين هاني قالت ها 65% يمثل ايه؟ انتظر سنه 35% يمثل ايه؟ ولذلك لو انا قلت لك العيان فينا اكثر امتى؟ اكثر امتى؟ لما عنده هيروين ديزيز ولا لو عنده رانج وريكا ديزيز؟ ها؟ هو يا دكتور معانا؟ اسمك ايه؟ ها؟ يعني لو انا عندي نيمونيا ينهج اكثر يجيلك اكتر. يعني انا بمنتهى البساطه لو انا بتكلمك وبدردش معاك واقول لك ايه هو يعني هو السؤال بقى مباشر هو اللي يجيلك اكتر مين؟ اللي عامل حاجه اوريدي ديزيز ولا عامل بتاع لاينج بريك ديزيز؟ هتقولي لي ليه؟ عشان ورك اوف بريسنج في اللانج بريك لاتس ورك اكتر من ايه؟ من ورك. وبالتالي لابد ان يبذل المريض جهد عشان يتغلب على 65% واحد تاني عاوز 35% صح؟ يبقى انا فاهمها ليه؟ اوكي؟ ولا لا؟ طيب بص على الكيرف ده اهو ده شفته زي ايه؟ ده ذا رايت ده شفته زي ايه؟ زي ليفت. حد بقى بص لي بقى هنا بقى ده اهو كل الجزء كله فوق كل الجزء اللي فوق ده اللي بعد الاكسبيرمنت ده اهو كله ممثل مين؟ اللاستيك ورك بيسك او اللاستيك ورك ده ممثل مين؟ شوف بقى ترددت ازاي؟ يعني بعد كده اللانج بتلاقيه مور كومبلاينت صح ولا لا؟ دي سهله مش صعب ماشي؟ نفس المنظر ده ولذلك كده ايه؟ بص على الاتجاه السالب ده
جه ناحيه اليمين، السهم ده راح فين؟ الشمال، صح؟ طيب احنا هنقول في ناحيه الشمال المعادله اللي هي الدرايفنج بريشر يا ايضا، ها؟ اللي هو الحاجه انت عاوز تخلقها عشان تخلق الجريده عشان تدخل هواء من بره لجوه، صح؟ مين اللي يعمل الشغلانه ديت؟ الدفران. الدفران هو مسؤول ان يعمل الكلام ده لو العيال ايه؟ لو العيال ايه؟ صح؟ او العيال على المكنه بس حاطه على الموت على فرش سبورت. خلاص؟ المانجمنتنس ايه؟ يعني انا عاوز اقول ايه؟ مين المسؤول ان يعمل لك الناحيه الشمال معدل؟ مين المسؤول يقول لك لا والله؟ الدفران. الدفران الدفران ايه في حالتين؟ الحاله الاولانيه واحد مش على المكنه او واحد على المكنه بس على الموت دايما على فرش سبورت. طيب طب لو العيان على المكنه دي على المكنه مين اللي مسؤول يعمل درايفنج فورس؟ والله لو العيان على كنترول دبريس كنترول دبريس يبقى المكنه هي المسؤوله الاول عن تحقيق الناحيه اللي يوصل من المعدل والنبي تفهم حاجه مش فاهم حاجه مش حاسس جايب ايدي مش فاهم حاجه شويه؟ طيب يعني عاوز اقول يا دكتوره لو العيان على بريشر كنترول مين المسؤول ينفخ الله في هذه الحاله؟ العيان ولا المكنه؟ ها؟ طب يقول لك كنترول فنتريشن مين؟ قول يا ريت المكنه بقى؟ طيب لو العيان على بشر سبورت مين ينفخ العيان؟ العيان طب العيان لو العيان على اس اي بي في؟ يبقى نتيجه يا خليل المكنه والعيان يبقى الدفرام والفيلتر والنبي فاهمين دي؟ طيب ماشي طيب انا عاوز اقول بقى ايه؟ طب يعني هو الدفرام هيتحرك هيعمل ايه الدفرام؟ الدفرام لما يتحرك يعمل ايه؟ الدفرام كونفكس كده صح؟ كونفكس لما يكون تراك تحصل له ايه؟ يبقى كده صح؟ لما اعمل كده هقول لك في السبونتينس بس يعني لو حد عاوز اقول لكم ان الدرايفنج فورس هي عباره عن فرق بريشر كويس؟ انا عاوزك ده بلور يا شباب ده الفلاي جوه اللاين وبره دوت الاتموسفير اتموسفير بريشر تمام؟ انا عاوزكم في ثلاثه بريشر تحفظوهم لو سمحتوا الفرق بين الاتموسفير بريشر والبلور بريشر اسمه ترانس ايه؟ ترانس ترانس يعني عبر الايه؟ عبر الترانس كيش هيمر الفرق بين الاتموسفيريك بريشر والبلور بريشر اسمه ترانس ترانس بريشر الفرق بين البلور بريشر والالفا بريشر اسمه ايه ترانس برمودا بريشر الفرق بين الاتموسفيريك بريشر اللي بره والالفلاي اسمه ترانس ايه اير واي بريشر انت بتقول لي كام بلاقي دكتور توجع دماغي فانا بمنتهى البساطه الترانس برمودا بريشر ده هو اللي هو الفرق بين الالفلور بريشر والبلور بريشر ده المسؤول اللي بينفخ اللنج فواحد بتنفس لوحده بتنفس لوحده او هو على الفنتيتور محتاج على المود مش سبورت البيش سبورت ده هو العيال اللي بياخد نفس لوحده والفوليوم لوحده والنت لوحده ولا ريشو ولا سبورت صح ولا لا؟ انا كل يوم بقول لهم مش هبقى ماسك ساعه يبقى ايه الدرايفنج فورس؟ ايه الممثل الناحيه الشمال بتاع المعادله في واحد بياخد نفس طبيعي؟ الترانس بالمونر بريشر which is difference between وين يا ولاد؟ الالفلور مين؟ والبلورا. وانا اقول لكم الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان لما الدفران بينزل الفوليوم بتاع الثرانس كيش يحصل له ايه؟ ها؟ يزيد. ايه علاقه البريشر بالفوليوم؟ علاقته ايه؟ عكسيه. يعني كلما زاد الفوليوم كلما قل ايه؟ البريشر العكس. فلما الدفران كده وينزل كده الفوليوم بتاع الثرانس كيش ايه؟ بيزيد. يوم البريشر حصل له ايه؟ يعني هو نيجاتيف يعني. النيجاتيف ده في البلور هتنعكس على مين مباشرة؟ على الالفراي. يبقى البلور النيجاتيف دي في البلور تنعكس على الالفراي. تخلي الالفراي سبب اتموسفير. قالوا كم ده حل يعني. بس انا عاوز اقول ايه؟ الترانس بارو بريشر بتزيفر في البلور بريشر. الترانس اير واي هو الفرق بين الاتموسفيرك وبين؟ الفيولا من فوق لتحت. الترانس راسك هو الفرق بين البلور والاتموسفيرك. ماشي؟ اهو. تعالى 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 تعالى
ولا عندك اللانجوج جنب كله. انت تشاور لي على كل بريشر على الناس اللي اهو من غير ما ابص فوق اهو. يلا قول عسل شاطر. صح كويس. الفرق بين الالفا والبلورا كويس. شاطر. فيري جود. لو انا قلت لك بقى مين اللي بينفخ اللنج وعلى على الكنترول بس هو اللي بيشرب الطريق ده اللي هو ترانس اير واي من 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 بره الاتموسفير للالفوار، يبقى المسؤول اللي ينفخ اللي ينفخ اللنج والترانس ايه؟ بالمونري. الفرق بين مين؟ الالفوار ومين؟ والبلورا. كويس؟ اتفضل. اللي مسؤول عن حركه الشيست فول مع البلورا ان هم لا ينفصلان مين؟ الترانس راسي. بدليل هو ليه العيان بيحصل له كولابس حتى لو عنده ديلوسوركس قليل او مفيش قليل؟ ليه؟ يعني لو في عندك عندي في بلورا ديفيوجن. البلورا ديفيوجن ده هيعمل كولابس بطريقتين. الطريقه الاولانيه ميكانيكال ماشي؟ ميكانيكال واسمه ايه؟ في استحاله بقى كونفنشن كولابس. بس يشترط ان تكون كميه ايه؟ كبيره. طب ممكن تكون الكميه قليله يحصل كولابس برضه؟ اه. ايه السبب؟ ان انت علشان يلزم ان اللاج تطلع بره وتشد بره لازم ما يكونش في فرق ما بين الشيست وورا البلورا. اذا حصل بينهما عازل فانت فصلت بين القوتين. واحده المفروض تشد بره الشيست وول واللاج المفروض ده لازم يكون جوه. اللي ما تخليش الراجل تركاي الشيست وول تسحبها بره. انت لو انت حاطينهم عازل هتلاقي يبقى اللاستيك ريكوري والاكسين الاوت اورد ممكن تصرف. والله ما تفهم حاجه يعني. علي كذا كذا والله يبقى كل واحد وظيفه. ترانس اير واي مسؤول عن الفنتيشن دورنج ارتفيشال فنتيشن. ترانس بالموري مسؤول عن الفنتيشن سبونتينس بريزنج او عارف كيف سبورت على المكنه. ترانس راسك مسؤول عن علاقه البلورا بشيست وول والذي يحفظ التوازن ما بين الريكوير والاوتور تراكشن. بس لو تعالى نقول بقى ايه؟ نقول لو عيان عندك بريشر كنترول فوليوم كنترول او بي ار في سي مين اللي هينفخ اللنج؟ رجاله بريشر كنترول امل بريشر كنترول ده مود اللي هيشتغل فيه المكنه ولا الدفرام؟ طيب الفوليوم كنترول في تلاشي مين اللي هيشتغل فيه المكنه ولا العيان؟ المكنه البريشر اللي جاي فوليوم كنترول مين؟ المكنه. يبقى البريشر اللي هينفخ الرئه مين؟ حلو كده. طيب العيال اللي عايز ام بي سواء كان بريشر او فوليا بقى مين اللي هينفخ؟ التنين ترانس اير واي ده بيشتغل في السايكل في الامانداتا والترانس بالمونري هيشتغل في السايكل اللي عم بيتاك فايس فونديكس. تمام؟ طيب العيال لو انا بريشر سبورت ها على سيبا وات ايفر يعني مين اللي هينفخ اللنج؟ ترانس ايه؟ ترانس يا دكتور اسمك ايه؟ ها؟ بس يبقى ها الجرافيك بيني وبين والله ما انا سايب. قول يا ها؟ اكسلنت شاطر شاطر هاي. ده احنا حلوين قوي. يبقى احنا كده خدنا الرايت الليفت سايد اوف ذا ايه؟ اوف ذا معادله الاوبريشن. الرايت سايد بقى للفرامل اللي هم حاجتين فاكرينهم؟ اللي هم ايه؟ اللي هم ساعه الدكتور دينا الاول كنت فين؟ عارف ايه؟ قول لي يا دكتور ايه القوتين المنوعتين التي تمثل معقد؟ انت ليه بتستدعي كم ذاكرتك؟ يا ساره انت لماذا تستدعي المعلومه من ذاكرتك؟ هو ام الهواء عشان يخش جوه المواسير بس يبقى اسمها اني واي كوبريس اسمه ايه؟ فوريزيست واي كوبريس وعشان ينفخ اللنج ضد مقاومتها الاوامر اللي عندها اسمها اسمه كوبريس. يبقى وكان انا عندي قوتين منوتين القوه الاولانيه دي الكومبلانس والقوه الثانيه تبقى ريزيستنت صح ولا لا؟ الكومبلانس اللي هي ايه؟ اللي هي عكس مين؟ الاستنت صح ولا لا؟ طب يعني ايه كومبلانس بقى؟ ها؟ لا 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 لا
كبار قوي ما يفهموش احنا. انا عايزين كام ده هنفهمه. يعني انا عاوز اقول لك يا احمد، لا انا عاوزك تقول لي قنبله سعرها تقدمها لي بالعرض. يعني كل ما تقولش ها؟ يا اسكت. لا يعني قول لي المفهوم. تسعر يعني ايه؟ هو بريشر عشان ايه؟ تسعر الهواء الهواء بتتنفخ. الهواء عاوز ادخل عاوز ادخل ايه؟ عندي بريشر بريشر تو كريت فوليا عسل عسل. هو بريشر تو كريت فوليا ايه؟ بريشر تو كريت فوليا اكسلنت. يعني انا عاوز اقول ايه؟ ادا بص لي بس، ادا بريشر اهو وادا فوليوم اهو تمام؟ عند البريشر ده الفوليوم اهو. طب لو زودت البريشر؟ لو زودت البريشر؟ زودت البريشر؟ زودت البريشر؟ خلي بالك يعني عاوز اقول ايه؟ هل العلاقه ما بين البريشر فوليوم لينير؟ هي ليست علاقه طوليه على اي حاجه. عند نقطه معينه ها؟ يس. If you create pressure gradient you are going to achieve volume. يبقى ساعتها هو مين اللي سايب دلوقتي البريشر فوليوم؟ البريشر. وعشان كده احنا كل شغلتنا ها؟ انك انت تحط البريشر في عيان في مشكله اوكسيديشن عشان تحسنها عشان تحسن الفوليوم صح؟ طيب بس هل يعني عندي فوليوم اكتر؟ هل دوش اكتر؟ يا رب كده سرح على طول؟ لا. في وقت من الاوقات you will apply pressure and you will get to no volume but you will get drawbacks of pressure. كويس؟ الشطاره بتاعتك هنا بقى هنا بتاعتك هنا. يبقى انا عاوز اقول change the, in the volume which lead to as to the pressure. يبقى انا عاوز اقول يبقى الكومبلانس يساوي ايه؟ يساوي ايه؟ تشين ذا بريشر ليدنج تو تشين ذا فوليوم. يبقى التمييز بتاعتي ايه يا اولاد؟ لان من اسوء الحاجات اللي بنشوفها في الامتحانات وحاجه جدا وماجستير القراءه طول التمييز بتاع الكومبلانس ايه؟ يقعد يفتكر لك الدماغ. ليه 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 ليه؟ بص اسوء شيء ان تعتمد على ذاكرتك حيث ان الذاكره تخونك. انا مالي اهو انا بقول ايه؟ ان البريشر يؤدي الى فوليا، الفوليا فوق حيث انه النتيجه والتي سبب ده ملي متر على ايه؟ لو انت ملي على سنتيمتر روضه خلاص؟ انا مش محتاج اشترى يعني تمام؟ طيب يبقى ده الكومبلانس. الكومبلانس ده انا بقول فوليا فوق على بريشر تحت. البريشر دي قبلها علامه دلتا زي ما احمد قال كده. طب البريشر ده بقى هو فرق بينه ومين؟ لو انا بقول البريشر ده عباره عن فرق البلاتو راس البيب يعني عاوز اقول المعادله بقت ايه؟ المباراه تساوي 3 فوليا فوق على مين؟ يعني شيل كلمه يا دكتور امل هنشيل كلمه البريشر تحت ونحط جريديان. الفرق ما بينهم ايه؟ البلاتو والبيب. البلاتو ده اسمه ايه بقى؟ اللي هو بريشر قد ايه صح؟ طيب يبقى انا بجيب البلاتو ده امتى؟ لما بعمل هولد تمام؟ وعشان كده الكومبلانس ده اسمه ايه؟ ستاتيك كومبلانس. طب انا عايز اقول كومبلانس بيساوي 3 الفوليوم على برشا برضه بس فرق بدل البلاتور بقى البيك. بقى البيك اللي صدقش راس البيك. البيك ناقص البيك البيك ده متغير. يبقى انا بجيب حاجه اسمها دايناميك ايه؟ كومبلانس مش الاستاتيك. يعني مش بقول للعيان او مش بقى بشغل الزر بتاع السمارت بورد يا عيني ما بشغلوش. فدايناميك كومبلانس. لو انا جبت الكومبلانس وعلاقته بالفلانك ريزيرف كاباستي يبقى اسمه سبيسيفيك كومبلانس تمام؟ يبقى معايا عندي كام كومبلانس اعرفهم؟ ثلاثة يا دكتور. اللي سيت الكومبلانس عبارة عن ايه؟ قول ها؟ اكسل الديناميك ايه؟ البيك ناقص البلاك ناقص البيك في كل الاحوال من ثابت البي خلاص ما بنسوقش تمام كده. النورمالي طبعا من 80 ل 100 سنتيمتر روتر لو لعبش على المكنه. لو على المكنه متوقع الكوباس يبقى مزيد ايه اللي طبعا ماشي بس بتيجي 70 سنتيمتر روتر. كويس. انا عاوز ابص على المنظر الجميل ده اهو. ده برضه اسمه ايه؟ ده باشا فوليوم صح ولا لا؟ احنا هنا طبعا اللي عندنا وقت على بيب طبعا صح؟ هنا انت بتابلاي بقى في عندك ديفرنس في البريشر بتيك فوليوم. خلي بالك في الاول زي ما بيحصل هنا ان وات ايفر ذا بريشر يو ابلاي بتاخد فوليوم اقل. هنا عندك مشكله تحت برضه
ان البريشر بيديك فوليا قليل زي ما فوق بيديك ايه فوليا قليل اب تو ما فيش فوليا زايد انما ما بينهما يحصل فيه سيجنيفيكانت علاقه طبيعيه جميله في باي بريشر تيك فوليوم بريشر تيك مور فوليوم يعني تحت بيبقى العلاقه شحيحه ما بين ابلكيشن فوليوم اند اوبتيك فوليوم نفس اللي فوق بالظبط انما الحته اللي في النص دي جميله خالص دي بيسموها لور انفليكشن بوينت ودي ابر انفليكشن بوينت لور انفليكشن بوينت هي الحته اللي تحتها ممكن يحصل فيه كولابسابيلتي الالفاي بتفتح وتقفل فممكن الالفاي يلزقوا في بعض كويس لو مفيش فيه ستاندر مش هيعرفوش يعني تمام ودي يعني النيله ودي اسمها ابر انفليكشن بوينت من ابر ودلور لما يجي مكانهم يعني خلي بالكم الكيرف ده لو جه كده يبقى الله يجي ايه؟ ستيف لو جه كده طيب ميشنت وذ ار ديس وذ فيري لو كومبلاينس سيلكتنج مود افتكر انهي مود يشتغل على كده احسن اللي عنده بقى مشكله فين في الكومبلاينس بص لي بقى كده ما قلتليش احسن مود اشتغل ها لا يعني هو باي ذا واي الكلاسيك مود ار ديسيشن از فولي ابليمنت الاسبايت بريشر از مور سيف ولكن الحاجه اللي بتحقق لك الاستراتيجي انت عاوزها بالظبط يا مين الفولي ابليمنت يبقى تو ستارت ويز فولي كنترول ديسيشن ماشي البي ار بي سي جميل جدا 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 في معظم الاير واي في معظم اللنج وريك باي ديزيز انما الديسبيلي بقى من يوسف ام اير واي ديزيزز ليه؟ لان البيك دي ولا كان يسمعك حاجه ولا كان يسمعك حاجه لان دايما في الاير واي ديزيز بقى البيك اللي صوته بشر عالي فتاثر بالابلاي بس يبقى انت دايما في الاير واي ديزيزز البي ار بي سي مش مستحب انما البي ار بي سي والفوليوم كونفيتيشن مستحبين في مين؟ لاين هريت كمان ديزيزز لما كل مرور بايه؟ في ناس بريسك تمام؟ الجزء الثاني من المعادله او البريك الثاني او الفرامل الثانيه احنا قلنا اول حاجه ايه؟ الريزستنت ورك اوف بريسنج اللي هو مسائل ريزستنس لما تكون مشكله في اسف الكومبلاينس لما تكون مشكله في بايو ريك بايو ريك دي بقى كولابس فايبروزز نيمونيا تعمل لك مشاكل في الكومبلاينس تخلي اللنج بتاعك مور ستيف كويس؟ الجزء الثاني لو انت ماشي في التيوب عندك مشكله اسمها ايه؟ ريزستنس وبرضه انا عايز اقول لك على حاجه مين اللي سايق هنا في الريزيستنس؟ بالمناسبه اي ريزيستنس في الدنيا اي ريزيستنس يعني سواء كان بارمونري فاسكور ريزيستنس سيستميك فاسكور ريزيستنس اير واي ريزيستنس هي كلها عباره عن ايه؟ عن فرق البريشر ات ذا اند اوف ذا تيوب سواء كان روت فيزل او اير واي عن فلو ها؟ اهو صح؟ يبقى الريزيستنس عباره عن ايه؟ فرق بريشر عن فلو برضه مين اللي بيكريت الفلو؟ فرق البريشر زي مين اللي بيكريت الفوليا في الكومبلاينس؟ فرق البريشر تمام؟ يبقى المعادله بتقول ريزيستا تساوي ايه؟ اللي تشينج بتاع البريشر على تشينج فلو التمييز هنا ايه؟ التمييز ايه؟ سنتيمتر على لتر بير سكند ماشي؟ خلاص سنتيمتر على لتر بير ايه؟ بير سكند كويس البتاع دوت لما تيجي تعمل ريارانجمنت المعادله وعاوز تقول اي بريشر سيستم بريشر بالون بريشر هو عباره عن فلو اوف مين؟ فريزيستنس ولذلك لما اقول لك وات ار ذا كوزز اوف انكريز بالمونري ارتري بريشر هتقول لي يا حاجه زودت الفلو يا حاجه زودت الريزيستنس صح حاجه تعمل الاثنين صح ولا لا؟ برضه من غير ما نحفظ صح ولا يا شباب؟ يعني البالمونري فاسكولار بريشر او بمعنى بارتيشن از دي تو ايذر انكريز الفلو اور انكريز الريزيستنس اور بوث صح؟ طيب الريزيستنس بقى في فاكتورز افكتنج الريزيستنس اللينث اوف ذا تيوب الفيسكوستي الفلو الراديوس صح ولا لا؟ احنا بنقول المعادله بتقول ايه؟ بريشر فوق على فلو تحت صح؟ احنا قلنا بريشر يعني ايه؟ دلتا بريشر يعني بريشر جريدينت زي ما كنا بنتكلم في الديناميك كومبلانس الجريدينت بتاع الجريدينت بتاعك هو منيح على البريشر ديناميك كومبلانس هتسالنيش ما هو السؤال ده يبقى متضايق في الدايناميك كومبلانس البشر كريم هو مين؟ الدايناميك كومبلانس بين البي ار
طيبين بيه. ورديت راسي بيه، كويس؟ هنا في البريشر جريدنت في الفلو مين بقى؟ فرق مين؟ ها؟ انديك ناس البلاتو. شفت ليه فين قبل كده؟ في دايناميك كومبلانس، صح ولا لا؟ دايناميك كومبلانس، صح؟ لأن الريزيستنس أنا بجيب الريزيستنس وهقف حاجة. الريزيستنس بجيبها إيه؟ والسايكل شغال. يبقى البيك ناقص البلاتو اللي هو الحتة بتاعة الدايناميك كومبلانس. على مين؟ على الفلو. ماشي كده؟ طيب. اليونت بتاعها زي ما اتفقنا أهي. طبعًا لو لعبنا مش على الميكانيكال انفيتيشن يبقى اثنين وود ولا مش عارف إيه. لو على ميكانيكال انفيتيشن يبقى خمسة. طب ليه؟ عشان في وصلات. يعني العيان اللي بياخد نفس من بقه الريزيستنس بتاعته الليكس بتاع التيوب من عند البق لما لغايه تحت ده بالعكس تحط على المكنه انت ضفت له السيركت اللي متر متر و20 سم احيانا يبقى زودت الليكس ولا لا؟ يبقى الليكس لما بيزيد الريزيستنس اللي فيه لما ده يفضل يحصل له ايه الريزيستنس هتحصل له ايه؟ ثيرميكال يعني دم ترفع لي الويه هتصاب ايه ولسه هتصاب ايه؟ اه حلو قوي الدم ترفع لي الويه دي اللي في حاله ايه؟ اسمه الدار اور حصل برونكوس باز يا عم زي ايه تاني؟ في سكريشن فيري جود تشفط العيان ايه كمان؟ فيري جود اكتر حاجه بتعمل كومبريشن كنت بشوفها كلها ان الخرطوم الخرطوم في ميه الجود علشان الكاب محطوطه ابسايد داون المفروض تبقى جرافيتيشن الكاب ده تشوف تمر عليه في طوارئ في العنايه الكاب دي تبقى تحت ما تبقاش عامله كده طب عامله كده تكبر في السيركت تزود فيها الفلويد تزود الريزيستنس تبقى تحت منها حاجه تختلف جدا لما بتلاقي السيركت ريدندنت ها مش مظبطه وفي عيان بتعفرق فحط له بتاع كده برضه على حاجز السرير تقوم سعادتك البتاع دي ايه؟ تبتلى تحتها. لما تبتلى تحتها الريزيستنس هيحصل لها ايه؟ تزيد. حاجه غير كده ما انتش حاطط ماوث لعيان على التيوب والعيان بيعض على التيوب الريزيستنس بتزيد. فتيجي تبص تلاقي ايه؟ تلاقي العيان ايه؟ بيفايت المكنه وعندك يا اما حاجه بسيطه مش واخد بالك منها يا اما انت اصلا حاطط تيوب اصلا يا احمد. صغيره. حاطط تيوب صغيره. كان راجل كبير زي الفل وحاطط ده اكتر سبعه. يبقى ده انت بتاعته الاول صغير صح يا اما العيان كسع التيوب يا اما التيوب مكسوسه على من بره من الشارع من بره من التيوب يا اما بتاع الكب مقلوبه يا اما في سكريشن في العيان يا اما في سباز في العيان يعني عاوز اقول حكايه الفلو باتر اللي فيه الكوره يعني عاوز اقول لك هو احنا اكثر حته فيها ريزيستنس في الايروي يعني عندك البرونكا 3 وبروفيتيشن وبتاع جنب الدوسه تحت خالص. اكتر حته الريزيستنس فيها عاليه بروفايد ما عندكش سباز ما عندكش سكريشن ما عندكش اي حاجه. انهي حته؟ ها؟ السمول ايرواي؟ بروفيتيشن ما تهزش. بروفيتيشن ولا سمول ايرواي؟ بروفيتيشن بتاعت سمول ايرواي. طب ما ينفعش لو فوتشيت على ارض ايرواي؟ لا. اشمعنى؟ لا بيقولوا ايه؟ انا اقول لك انا. هم بيقولوا ايه؟ السمول اير واي هي احسن حته ما فيش فيها ريزيستنس ويركب بريسك فيها قليل لان الفلو فيها لاملر اللاملر فلو هو عباره عن فلو ماشي مسطره موازي للوول ابن حلال سير فول ما بيعملش اي مشكله في عندك اسمه لاملر فلو باتر لاقل ريزيستنس عند البايفوركيشن وات ايفر على الكيمين او السؤال يا احمد بيحصل فيه فورتكس فوق بيحصل فيه دوامه الدوامه دي بتزود الايه؟ الريزيستنس كويس؟ يبقى انت عندك لارج ايروي بقى لارج ايروي عشان واسعه فيها تيربرنت فلو يبقى لو انت عاوز تترتب الريزيستنس ريجاردنج الباتر فلو تصاعديا من تحت لفوق اقلهم ميل يا دكتوره عشان عنده ليه ميلر ايه؟ يا ليه ميل؟ لارج ايروي عشان في حاجه اسمها ايه؟ تيربرنت فلو اكتر حاجه فيها ريزيستنس مين عند اي بايفوركيشن وات ايفر ذا جنريشن از يا محمد عندنا كام جنريشن في الواي كام جنريشن 23 اكسل عند اي بايفوركيشن فلو تسكوب ايه فورتكس فلو والاكتر حاجه بتزيد عندنا تمام هو ايه الفرق ان احنا ندي بتاع هيليوم في العام بتاع الاسماك ايه
انت بتحاول تحسن اي حاجه، بتحاول تحسن الريزيست الورك بريسنج بتاعك باي طريقه، بتشتغل على الريديوس بتكبره، بتحسن الفلو باكت بالبتاع ده، لان كل ما الفلو كان بيستربت كل ما كان الريزيستنت عالي، كل ما الريديوس قليل كل ما. بالمناسبه لو حصل في ريدكشن من الدايمتر الريديوس لنص، يعني على افترض يعني 5 انش، دايما بقول للعيان اللي مش عندي بقول له عامل ايه؟ دايما انت في قلبك تعرف تدير العيان، عامل تتنفس بحب بدل ما تتنفس بصوره كده بتنفس بصوره كده، هو العيان يفهم دي تمام؟ لو الدايمتر بتاع الاير واي صغر النص الريزيستنس يزيد كام؟ الضعف غلط 4 أضعاف 16 مرة لأن بوزيره بقول إيه؟ بص مضروبة في أس بتاع يعني. وعشان كده عاوز أقول لو أنت هتوزع بقى الريزيستنس بتاع الإير واي إحنا وزعناها على حسب الدروبة، فلو أنت عاوز أقول لك الإير واي بيبدأ في العيان القبض منين؟ فين الستارتنج بوينت في الإير واي في القبض؟ من اللبس بس يا دوس فين؟ من أنا في الإير واي؟ انا دي بكلم بقول في الصوت في الروايه ازاي ابدا مش شايف اسامي مش كده كده اللي قال اللي يقول لي بقى مش شايف الصوت ده بينرفزني بدايه الاير واي اه والله ما حد ينطق يلا بقى لا ينطق ترد على الكلام الجميل عندي ابر كارد ايه باشا كنت كنت سيستم كور ايه حبيبي انا بقول لك الستارتنج حاجه ان هو ما هو هيبقى كونداكت من دي احمد بقى كورونيز كلام جميل تقول لي الاب كونداكت فور نوت في الاسايدر مين فيري جود لا خلاص انت ايه اللي مش واضح في السؤال هو السؤال مش واضح عشان الاجابه مش واضحه سؤال لا 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 يو وونت تو تيك مور تايم تو ثينك مور بس على مين يا اسطى كويس؟ فانا عاوز اقول ان هو لو انا قلت لك بقى واحد عنده نيزل كونجيشن وواحد عنده سمول اير واي او عنده برونكو سبازم في السمول اير واي مين اللي هيعاني اكتر اللي فوق ولا تحت؟ فيري جود ليه؟ لان لغايه البايفوركيشن بيمثل اباوت تقريبا 50% كويس؟ من الريزيستنس فانت لما اتقفلت اكيد اتقفلت نص القصه اوكي؟ طيب انا يبقى انا بتكلم على التو بريكنج فورس واحده كانت كومبرايز على مستوى الراجل مريكيما واحده على مستوى الاير واي اللي هو الريزيستنس كويس؟ انا عاوزك تبص كويس في في في, في الكيرف ده الكيرف ده اسمه ايه يا ولاد؟ ده اسمه تايم ده اسمه ايه؟ بريشر كويس؟ السؤال العد على مين ولا مش على مين؟ على مين؟ ها؟ على مين؟ عارف انت مش عارف تسمع ايه؟ هيجي يوم يا بطوله تمام؟ انا عامل على بيه ولا مش على بيه؟ ليه؟ شاور لي كده شاور لي كده بس انا في البيت على فكره يا ولاد انا عاوز اقول لكم على حاجه احنا عندنا مشكله احنا نقول ونقعد ونعمل كده سطر واحد مع بعض بس تبقى فاهمين يلا شاور فين البيت في البيت What is the best line? What is the zero? شوف بقى انت المعلومه عشان في دماغك مش كلير احنا هنا عشان ما نخجلش من بعض وما نزعلش من بعض وما نغيظ ما احنا عاوزين بس عيب قوي ما نبقاش عارفين نعرف فين الزيرو بريشر في الكيرف ده؟ اه لو فين؟ وين از زيرو بريشر بس اسكت تعالى على صدق تعالى بس يا بنت فين زيرو بريشر تعالى فين زيرو بريشر فيري جود انا زيرو وين بي بريشر حلو الكلام طيب احنا عندنا هنا كام بريشر بقى خلاص والله شكرا يا بنت عندنا هنا كام بريشر في الكيرف ده عندنا كام بريشر احمد يا جماعه ادبي
ولو اسمه ايه؟ بيك انسبيرتي بريشر صح؟ اللي هو بريشر ذا بيك اوف ذا اير واي كويس؟ والدروب سلاش وده اسمه ايه؟ البلاتو بريشر ده لو فتحت قص بص ده اكتف ناريشن وجيت عملت هنا هولد صح؟ فعلت زر بتاع الاسمات الهولد من اول هنا لما لقيت انا اسمه ايه؟ من هنا لقيت اسمه ايه؟ بس دي فيها فلو مش فيها ايه؟ صح؟ دي فيها فلو لو ده في فلو يا هل انا عملت هولد بس كلهم انا اسمعت طيب صح؟ ده اكسبيريشن طيب at the end of the hold at the end of inspiration بس كلها اسمه ايه؟ بلاتو ايه؟ بين قوسين اسمه ايه؟ انت اللي اسمه بريشر بين قوسين اسمه ايه؟ اسمه الفيولر ستيبنج بريشر هو ده البريشر اللي بينفخ الالفيولار حلو الكلام؟ طيب عندك بريشر ايه تاني؟ يبقى عندك بيك عندك بلاتو عندك بيك لسه في بريشر تاني مش هعرفها لما حمر على الكلام ده في بريشر تاني معذور عليا في بريشر تاني في الجلف ده بريشر تاني لا ايوه ايوه كل ده اسمه ايه؟ الميني رشا الميني رشا ده مش عارف مش فيه رشا كويس؟ يبقى انت عندك بيك عندك بيك 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 بلاتو مين ماشي؟ طيب ال 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 انا عاوز اقول لك الفرق ما بين البيك والبلاتو ده شفت 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 المساعدة في 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 حاجتين قلتهم من شويه صغيرين اللي هو الفرق لا فرق البيك بالبلاتو يمثلوا الريزيست بريشر بمعنى ايه؟ ان لو الفرق بين ده وبين ده كبر يبقى المشكله في مين؟ في الاير واي ولا في اللانج كومبلانس؟ في الاير واي بتلاقي ساعتها بتلاقي ساعتها ده طلع فوق وده ايه؟ نزل تحت بقى الفرق بينهم واسع كده تمام؟ الفرق ما بين البلاتو والديب ده ماشي؟ البلاتو والبيب ده شفتها فين قبل كده؟ في مين؟ في اللي سابق في مباراة صح ولا لا؟ ماشي البتاع ده اهو زي ما احمد هنا بيقول الفرق من البلاتو والبيب يمثل لك حاجه اسمها الدرايفنج مين؟ بريشر الدرايفنج بريشر ده فعلا المسؤول يعني اذا كنا بنقول بلاتو بريشر ده الالفيولر بيسد بريشر ليس بمعزل عن مين؟ عن البيب يبقى وكان الفرق بينهما هو المسؤول عن نفس الانفلاج تمام؟ ده الدرايفنج بريشر وله ما له يعني بعد كده صح؟ طيب يبقى احنا قلنا الممثل بتاع الناحيه اليمين بتاع الكويشن فور موشن ها؟ قلنا حاجتين مشكله لابد التغلب عليها في اثناء دخول هواء في اير واي الكوره ومشكله لابد التغلب عليها والوقت بتحاول تبني نفسك يبقى عندنا ريزيستيف ورك اوف بريسنج ويمثل كام في المية؟ 35 يا بنت سكوتي هو يعني كم يمثل الشغل بتاع الريزيس كم في المية؟ كم؟ 85 طيب انت يا راجل دي مش عارف انت يا راجل دي التفسير للحاجة دي حاجتين الشباب دول البقرة دي اصل يمكن يكون صوته مش مسموع ولا يمكن يكون كلام مش مفهوم الا اذا كان انا يعني انا سامع مش كويس. فاكيد في عندكم مشكله في الطبيخ النهارده. في كونفرنس النهارده في الطبيخ كويس؟ حد عاوز حاجه والثاني عاوز حاجه وانتوا عاوزين توصلوا الى حد اوسط القصه ماشيه ازاي وهتنسى على الدليفري في الاخر. فعليه بتفكروا تحلوها ازاي؟ اصل هو 35% ريزيست فور كومبريسنج و65% ريزيست فور كومبريسنج. والورك كومبريسنج يا امل حاسس ضرب ايه في ايه؟ ولاد يا دكتور الورك كومبريسنج حاسس ضرب ايه في ايه؟ دي يا باشا ها؟ ما هو مش فاكره انا زعلان هي بتقول مش فاكره ليه؟ بصوا بصوا انا زعلان ان هي بتقول مش فاكره انا نفسي ما هو انتوا لو فهمتي ما انتش محتاجه ذاكرتك بتاعت العميل يا جدعان يعني انت ايه؟ كبير؟ لا 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 انا مش فاهم انا بتكلم في السر انا لا اتحدث في السر انا بتحدث على كلام يدوب فيه الحياه
بنستخدمه يوميا يا شباب. المهم عاوز اقول لكم على حاجه، عاوز اقول لكم اذا كنت انا بقول ان الريحه دي معدل ومعدل سواد الهواء داخل الريح اللي هي الاوبريشن اوف انفليشن او الاوبريشن اوف موشن الكومباس والريزيستنس، طلع لنا مصطلح كده ياتي اذا ضربت الكومباس بالريزيستنس اللي هو اسمه ايه؟ تايم فولنس. يبقى اذا ضربت الريزيستنس بالكومباس اللي هم القوتين المعوقتين اللي هم سين المعارضه لو ضربتهم في بعض يديك مين؟ الناس زي ما بتضرب البريشر في البوليه بيديك مين؟ الاورتو بريس. اوكي؟ طيب يعني لما بص لي كده الكومبارانس طبعا يا ابو حميد تشينج بريشر ليد تو تشينج فوليوم. الريزيستنس تشينج بريشر ليد تو تشينج فلو. صح؟ لما بتضربهم في بعض يديك ايه؟ كومبارانس. يديك اسف تايم كونستنت. ايه التايم كونستنت بقى؟ التايم كونستنت هو الوقت وعلى فكره بالنسبه. التايم كونستنت ده انا هجيبها سؤال اور في امتحان الميدي داخل امتحان الميدي. اه العيال داخلين امتحان الدكتوراه ده انا هطلع باكيدهم بعز كام واحد. الواد خالد الواد حامد واللي بنات تاني. ماشي. ها؟ انا بس كنت هادي. يعني انا بقول اهو وبقول التايم كونستنت يجي سؤال في امتحان الاورال التايم كونستنت ايه اللي علاقته بالديسيشن ميكنج الايسو. التايم كونستنت هو عباره عن حاصل ضرب الكومبارانس في الريزيستنس. طب يعني ايه تايم كونستنت؟ هو الوقت اللي بنحتاج نملى او نفرغ من 36 بقى من 36 63 ماشي. بقى انت يعني علشان طيب واحد الفاس بتاعنا ما يسعى في الدور واحد صعب كاس طيب ايه؟ كم سكن انا محتاجها علشان املى 63% من الرئه او افرغ 63% حيث ان الفنتليشن قلنا ان اند ايه؟ صح؟ انت قلت مركزك هو الموبايل ولا ما سالتنيش على السؤال؟ السؤال جه عليك يا دكتور تمام؟ يبقى ال 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 علشان انا محتاج وقت املى 63% حد يقول لي مش فاكر 63% اقول لك ديت الوحده القياسيه اللي خدتها زي ايه؟ في الكورتيكوسترايد اليونت تساوي كام؟ 5 مللي جرام من البنزلول. وبعد كده قيس كل حاجه على اليونت دي. والله اقول فيها المثال اللي زود فيه كام؟ مش عارف 4 يونت 3 يونت زود فيه 20 يونت. فالوحده البنائيه بتاع الزمن المطلوب لملء او فرغ 63% بس الوحده. بمعنى ايه؟ انا لو انا قلت لك الوحده الواحده بتجيب لي وظيفه 60%. طب انا محتاج كام في كام واحده عشان املى وظيفتي؟ كام واحده؟ يعني عاوز ثلاثه تايم كونستنت علشان املى وظيفتي حوالي 98% من الوقت. حد يقول لي مش مليون مش 100% عشان يعمل في عندك ايه؟ الفوليوم صح؟ عمر ما الرئه كلها بتطلع الاخر يعني. النفس اللي دخل الناريشن خلي بالك سبحان الله العظيم. اول نفس دخل مع اول بكاء للطفل اثناء الولاده بيعمل لك كاريزما مين؟ الفوليوم. كويس؟ وهو اخر نفس بيطلع مع الطوع الروح. كويس؟ وكان حياتنا كلها تبدا starting by inspiration and end by inspiration. اوكي؟ ف عاوز ايه؟ ها؟ مش فاهمها. انا بقول لك انا بقول لك كده بره نص لا لا مش كده لا 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 مش كده خالص. هو الزمن اللي فيها 63% مش بالمضاربه تحسبي 63 يبقى 3 اعملوا بيها 8% دي مش كده. يبقى 3 هتبقى الاسهاب بكام ده حالا طبعا اصبروا عليا. انا بحتاج كام ده عشان ايه؟ عشان اظبط بيه الاسبارك تايم. يعني هقول لحضرتك انت حل بقى. بص لي. انا عندي التايم كونستنت ده عباره عن مين؟ كومبارانس مين؟ ريزيستنت صح؟ طب انا لو سالت سؤال انا عندي التايم كونستنت ده عندي الاسبارات والتايم كونستنت واكسبارات. السؤال ده ما لازم توقعه. الوقت اللي هيتاخد
في التطبيق. يعني 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 ايه؟ يعني برضه يعني التايم كونستنت الاسبرشن اكتر ولا اقل؟ التايم كونستنت يعني الوقت اللي هبله بيه هو نفس الوقت اللي فرق بيه؟ الوقت اللي هبله بيه هيبقى اقل ولا اكتر ولا اكتر؟ صح ليه؟ اكتف الاسبرشن اكتف صح؟ بياخد حوالي 2 سكند تمام؟ اما في الاكسبريشن بياخد حوالي 5 سكند تمام؟ طيب السؤال بقى انا لما اجي استخدم التايم كونستنت استخدم الاكسبيرات تايم كونستنت ولا الاسبيرات تايم كونستنت؟ يعني لما اجي على الفيديو كده الفيديو كلها بتطلع حاجه اسمها تايم كونستنت. ابص على لو سمحت النهارده اللي اروح هناك ممكن النهارده ابص على الجاليليو على الفورتي هيبص على اي في الموتور اسمه تايم كونستنت ماشي تبصوا عليه هتلاقي اكس اي اكس بي وتي سي خلاص بص عليه كده اكسبيراته انا بستخدم الاكسبيرات ولا الاكسبيرات ليه بقى؟ لان الاسبيرتور ده ممكن يكون على سبونتينيوس على سبونتينيوس فريسي او على ناتوجاس وبالتالي هيبقى في فرق في الاثنين. اما في كل الاحوال سواء العيان على نفس اكتف او باسيف مانداتوري او سبونتينيوس الاكسبيرشن از باسيف وبالتالي اللي انا بستخدمه في القرار في الديشن ميكنج از اكسبيراتوري هايبر. اقول لك ازاي اتوقع هو نورمالي from 0.5 up to 0.7 normal. The time of rest and exploratory from نص سكند ونص الى 0.7 تمام؟ لو زاد عن 7 7 10 له معنى لو قل عن 5 من 10 له معنى. طيب لو جيت ابص على التايم كونستنت على الموتور ولقيته 8 من 10 لقيته اكتر معناها المشكله عندي في مين؟ في الاير ريزيستنس. لو لقيته اقل من 5 يبقى المشكله فين؟ في الكومبيسيتور ما تساعدنيش بيساعدني كويس. يعني انا لما ابص على الموتور والاقي البيك اللي صفر ساعات هو البيك ده الكومبيسيتور زوده لو قليل والريزيستنس زوده لو عالي لو عايز افرق بينهم من غير ما ابص على الكيرف ابص على مين؟ التايم كونستنت. لو اكتر من 7 سكند معناها مشكله فين؟ في الاير واي. لو اكتر لو اقل من نص سكند معناها ايه؟ مشكله فين؟ في اللايك مالينكي. انا ممكن اسوي كل ديفورد ثوركس ده بمنتهى البساطه ديفورد ثوركس عامل في حته لوكس بلاك قفت لوب وحازي كده وري جدا هنا بقى اسباس بسكريشن كينج صح؟ ابص خلي بالك لو العيان فيه مشكله وفايتنج والتايم كونستنت وذ نورمال ممكن توقع بسنتين كومبلانس وريزيستنس صح؟ ممكن يكون الكومبلانس ده العيان يعني انكريزنج تايم كونستنت بتلاقي في انكريزنج ريزيستنس ديكريزنج تايم كونستنت في ريدوسنج كومبلانس نو تشينج والعيان بيتبهدل وسيبته في كارديوجينيك فور فري امبورت فري امبورت. انا عاوز اقف عند هذا الحد ماشي واسالك في باقي لان احنا لسه عندنا يعني انا يعني خليني مثلا بالمناسبه لو الباشا انت عنده شورت تايم كونستنت ماشي شورت تايم كونستنت يعني عنده تايم كونستنت اقل من كام؟ من نص يبقى انا بيتر تو بي في ديت والشورت ان سبارت تايم ان سبارت تايم شورت ان سبارت تايم انا ازود مين؟ ازود الريت ازود مين؟ الريت وير از بيشنت وذ لونج تايم كونستنت ريكار لونج از فات تايم اند لونج از فات تايم يعني اقلل يعني زود التايم اقلل الريت يعني انا بزود الريت زي الفكره بالظبط ايه؟ اللايف فريكونسي فيتيشن في العاب تايم ابديتس تمام؟ ده نظر ابلكيشن يعني الاسبونتينس بريسنج بقى انا هقول لك عليه في حضرتك خالص كويس؟ انت ده عيان ده سواس الجيش وده الايرويد الانفجار عشان تتفق اتفق ازاي؟ انا هقول ليه يعني السبونتينيوس بريسنج بيتم ازاي؟ يعني انا فاهم ايه؟ بينزل الفوليا اللي حصل له ايه في شراسه الجيش؟ يزيد اللي كان بتاع بشر ايه؟ او البشر يقل كويس؟ تقوم ترفيكت على الفراي انهي بريشر بقى يفتح على الفراي؟ الفرق بين الفور ومين؟ والبلورا اللي اسمه ترانس ايه؟ بلازما بريشر كويس؟ هو اللي بيحصل بقى ايه؟ لما النيجاتيفيتي بتاع البلورا
تنعكس على الانفراج المفترض ان فوق فيه اتموسفير بشر كامل رقمه 760 وما فيش في الوقت اللي ما فيش فيه ديسبانيشن اكتف يعني هو انا اقول فوق كده الاتموسفير 760 والانفراج برضه كام 760 بس لما كنت زي بعض الانفراج ايه زيرو لما بكون 760 فوق اتموسفير بشر and there is no flow يعني مفيش جريدينت يبقى اللي فوق زي اللي تحت زي اللي تحت بالرغم ان كلها مفتوحه على بعضها اللي تحت في الانفراج يبقى زي الاتموسفير 760 بس انا بقول 760 بقول اسمه ايه؟ زيرو يبقى علشان الهواء يتنقل من فوق لتحت يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم الانفراج دي تقل على اللي فوق والبشر اللي فوق مش هتغير اللي طالع عندي مين؟ الانفراج طب الانفراج هتبقى ايه؟ هتبقى ناقص واحد لان البلورال بريشر بقى مور نيجاتيف لان الدايفرام نزل الفرنس الكيرش وسع نيجاتيف ده اكتر بقت ريفيكت الفراي بقت ناقص ايه؟ ناقص زيرو فبقى اللي فوق زيرو واللي تحت ناقص ايه؟ ناقص زيرو ناقص واحد فتلاقي من فوق لتحت صح ولا لا؟ العكس بقى لما الدايفرام يريلاكس يطلع فين؟ فوق يعمل ايه في الفوليوم؟ يقلله البرش حصل له ايه؟ ديس نيجاتيف ريفيكت على مين؟ الفراي بقى ايه؟ بوزيتيف وفوق هنا ايه؟ زيرو على 60 يطلع فوق انا هسال سؤال انا هوري حضرتك المنظر هاد ذا ستارت اوف ريسبيريشن ده الانفراشه بيقل كويس غير ما اخش هواء لغايه الاخر بعد كده احسن في الكوريوم بعدين في ريسبيريشن بعد الاكسبيريشن الانفراشه يكسب الاتموسفيريك يبقى بوزيتيف بيسوق الهواء بره تمام ده الكيرف بتاع مين؟ بتاع السبونتينس بريسنج في اي حد في الدنيا كلها انا هسال سؤال مين الدفرام مين اللي مسؤول عن حركه الريسبيريشن؟ ايه المسلز في الريسبيريشن؟ ايه المسلز في الريسبيريشن يا احمد يا جمال؟ ها؟ مسلز مسلز يلا حلو قوي الدفرام بيعمل ايه والانتر كوست في المسلز تعمل ايه؟ كل المسلز بتعمل الريسبيريشن ما عدا الاكسبيرمنت ده بتحشش انت شفت مسلسل حشيشين؟ لا ما تشوفوش الابدومينال باسل بتشير طب انا هسال سؤال تاني الثراسي الكيش يتحرك في كام اتجاه؟ الثراسي ثلاثه حلوه قولهم لي بقى فيري جود واحد فيري جود Thank you.
اكسبانشن بس. يبقى ميدل انتركوستال مسؤول عن الاسبيريشن اكسترنال، والاكسترنال مسؤوله عن حرفين انفيرشن اند اليفيشن. انفيرشن اند اليفيشن يبقى الدافرام مسؤول عن فيرتيكال دايمنشن انكريزي، اما اللي مسؤول ان يخلي التنظيم ده يبقى يوسع والاترو سطر يزيد هو الايه؟ الاكسترنال انتركوستال مسل. حيث ان الدافرام اسف الريبس ماسكه في الفرتبرا كله ولا بزاويه كام؟ 45 يعني ده يعني كده العمود الفقري فالريب ماسك قال كده؟ لا مش ماسك كده عامل كده تمام؟ مين بقى اللي يخليه كده؟ الاكسترنال انتركوستال مسل. ولو حصل انفرشن اكسترنال يعني خدت الريب بره انفرشن فرد الشخص كيس لبره والانفيشن يعني طلعته ايه لفوق اللي بره دي زاد التنظيم رفع يحمل والانفيشن بتعمل ايه؟ زاد انت بصوت ارضي يبقى هو كم خلاص الكيش عنده ثلاث محاور بيشتغل فيهم الفيرتيكال دايمنشن اللي مسؤول عنه الدايفرامات موفمنت ها؟ اما الترانسفير دايركتور والانفيشن اللي مسؤول عنه الاكسترنال تركيز تمام؟ خلي بالك هذه معلومات والله بتستخدم معاك. ها؟ خلاص؟ ما فيش لسه السؤال اللي قلنا عليه الدفرام يعمل ايه تاني غير الدفرام؟ ما فيش كده. و75% من الشغل. انا عاوز اقول لكم على معلومه اللي هو بس بنص مليون جنيه مهمه جدا جدا جدا. في السبونتينس بريسنج ودي القصه كلها. فالسبونتينس بريسنج الخاصه بتبدا ازاي؟ عشان في الاخر اللنج اتفخ. هو اللي حصل في الاول ايه؟ الديافرام ايه؟ نزل فعمل ايه؟ فوليوم تشينج. الفوليوم تشينج ده عمل ايه في البلور بريشر؟ كويس. فخلق البريشر ديفرنس، صح يا ايمن؟ البريشر ديفرنس هو كان مسؤول عن مين؟ الفلو. على الفلو، فاكرين؟ العكس البريشر ديفرنس هو عشان الفلو، صح؟ ده اللي بيحصل في مين؟ في السبونتينس بريسنج او في العيان اللي على المكنه وعلى بشرة سبورت فيتليشن. ها؟ انا المتاني ما غلطهاش الحقيقه. المتاني فيها خطا؟ نو. عارف يا محمود؟ يلا كده بقول لك ايه؟ دي اللي عاملها على فكره الهيئه القوميه بتاعت الدكتور مصطفى. الصياغه مظبوطه كده؟ لا ما تتكلمش في الاول. ما تتحبش تاني في الاولاني. هو الاوريج لا ما تحبش التاني في الاولاني المفروض ما تحبش التاني في الاول وعامل لي قرش التاني عشان تمشي معايا انا بس مش انا بس عشان بس اقول لكم ايه العيان اللي بياخد سبونتينس بريسنج على بشا سبورت برضه نفس الكلام كده ازف اللي هو بياخد ايه نفس طبيعي ماشي طب ايه بقى لا ما تحبش انا عاوز اجيب بس النفس الارتفيشال عشان تعرفوا ال طب حد يتوقع البتاع ده بس خلاص الميكانكس اوف كنترول دي بريس هنا طبعا انت بتزوق الهواء من بره انت حاطط مكنه على الكمبريسور صح يا ايمن او ايه جايب الحيطه بتزقه في العيان يبقى البريشر اللي فوق كان بوستف واللي تحت اهو فالبريشر يريد اللي من فوق لتحت من فوق لتحت يبقى انت بتزق الهواء من فوق لتحت. اما في السبونتينس بريسنج انت بتشفط الهواء. طب السبونتينس بريسنج يو ار ساكنج ايه؟ نيجاتيف. ها؟ نيجاتيف. بول. اما في البص يو ار بوش تم بي بس واخد بول انت بوش. يعني انت بتنفخ هنا هواء اجباري. انت عشان تخلق الجريدينت عملت بص هنا وستيل هنا زيرو. فدخل هواء من فوق لتحت. طيب. يعني ايه؟ يقول لنا روحوا بقى ال فبينتج عن الكلام ده ايه بقى؟ ينتج عن الكلام ده ايه بقى؟ بص بقى بص 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 فوق بزق فوق عشان ينفخ تحت يعني زي البستون كده وعشان كده دايما الانسبيريشن بتلاقيه في المكان فوق ولا تحت؟ فوق اما الاكسبرشن بتلاقيه فين؟
تحت عكس الطبيعي، صح ولا ايه؟ طيب هنا بقى اللي حصل بقى ازاي؟ ونقطة في منتهى الخطورة، اللي بيمثل المأساة الكبيرة بتاع معجزة جهاز التنفس الصناعي هو في القصة دي. القصة دي يقول لك انت ابلاي، عملت ابلاي بريشر بوست بريشر، البوست بريشر عمل فلو، الفلو عمل ايه؟ يعني الصورة معكوسة، كان الفوليوم بادئ الى فوق مورفولوجيكال. خطورة الميكانيكال فنتيشن انك انت بتنفخ الرئة ضد الطبيعة، يعني المنظر ده اهو بيخلق عندك العيان باترن بتاع الكونديس فاك فيلم، ها؟ انك انت بتحول النيجاتيفيتي بتاع الانترا كلور بريشر انتو ايه؟ بوستر يعني فيلس اللي يحصل له ايه؟ يقل. فيلس التاني لما يقل يحصل فيه كونشات في مين؟ في الليفر والور البيديم وصدر الطبيعتين شبه الرياضة على البيزين. بلاك عينك؟ اما في المرة الاولاني الفيلس التاني ايه؟ بيزيد. صح؟ بقول لكم ايه؟ احنا بقى نمشي على هو واضح ان كده خلاص؟ نمشي عند الحكايه ده، هنكمل بقى ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث بقى نكمل ايه؟ يوم الثلاث شويه يبقى في حموده كده يوم الثلاث. حاضر انا موافق يوم الثلاث.